السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في القناة، مرحبا ألف، معكم هاستر. طبعا يا إخوان، أول شيء أقول لكم إنه غيرت لون الكلان. طبعا اللون اللي راح 6 أيام ما غيرته ونسيت، فجاكم اللون الجديد هذا، اللون مرة بطل، لون أحمر كذا يفقع أم العيون. أتمنى إنه يعجبكم. ثاني شيء أبغى أقول لكم عليه، أبشركم الباسبورت عندي انتهى. طلع لي التوقيت قبل شوية فوق الخريطة انه خلاص اتصفر معايا. طبعا شوف، لو نزلت من السيارة القبعة هتكون موجودة معايا، ما راح تروح القبعة مني الا اذا غيرت اللبس او لبست قناع او لبست نظارة او شي زي كذا، حيروح مني. ثالث شيء، اعرف انه هذه الفترة انا ساحب سيفون القناة أو على اللعبة. ليه؟ لأنه معرك حاليا أنا في فورتنايت، وفي ناس تقولي ليه ما تنزل عن فورتنايت. طيب مدري، أنا ألعب دمة الفريق وما حد بيتابعني، حتى لو لعبت سولو كمان ولا سكواد ما حد بيتابع. أعرف ليش، لأنه 99% من اللي يتابعوني في قناتي كلهم جراند، فأنا أنزل فورتنايت ليش؟ من زين لعبي المحترف يعني، عشان تتابعوني في فورتنايت. فأنا مركز على فورتنايت لأنه شريت باتل باس وسحبت عليها من البداية، فدحين معرق فيها لأنه باقي يومين وتنتهي اللعبة، ينتهي السيزون قصدي. فأنا معرق على الأقل أوصل لليفل 100، ما في مشكلة. مش إني حللت أم الفلوس اللي دفعتها، الفي بوكس اللي دفعته عشان أخذ باتل باس. والشيء الزيادة كمان، في لعبة أنا محملتها في الجوال اللي هي مافيا سيتي، هذه من يوم حملتها أنا في الجوال نسيت إنه عندي قناة، ونسيت شيء اسمه قلت شات قران، نسيت كل شيء في حياتي. إدمان 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 في معنى الكلمة اللعبة هذه. فاللعبة مرة بطلة وبس، استمتع باللعبة. عارف إني أنا ساحب عليكم سيفون، عاد اتحملوا اليومين هذه لين ما اخلص من فورتنايت وارجع لكم لجراند، وان شاء الله اللون يعجبكم. اللي ما اشترك يشترك، نشر لايك، تفعيل الجرس، ونشوفكم ان شاء الله مقطع جديد. مع السلامه.